خير يا جماعة، إن شاء الله هنواصل حديثنا عن منطقة وادي الملوك. هذه المنطقة التي جذبت السياح في فترات سابقة قديمة مغلة في القدم، ففي فترة أباطرة الفرس كان السياح يأتون إلى منطقة وادي الملوك، ويعني تزايدت الأعداد في عهد الإسكندر الأكبر. وفي الفترة البطلمية والرومانية هناك الكثير من المخربشات التي تركها السياح في أماكن في وادي الملوك. على سبيل المثال، أقدم مخربشات إغريقية تعود إلى الفترة 278 قبل الميلاد، وهي موجودة في مقبرة رمسيس السابع. ويعني أكيد أن هذه المخربشات، هناك مخربشات أخرى سابقة لها ولكنها غير مؤرخة. وعلمنا أيضا من هذه المخربشات أن تمثال ميمنون على سبيل المثال ومقابر وادي الملوك كانت من الأماكن المفضلة للسياح، حتى العابرون يعني كانوا يأتون ويستمتعون بمنطقة وادي الملوك وبآثار طيبة في ذلك الوقت. نجد أن مؤرخ عظيم مثل ديودور الصقلي جاء إلى المنطقة، وهو عاش في القرن الأول قبل الميلاد وهو يوناني. جاء إلى المنطقة وأشار أن المنطقة تحتوي على 47 مقبرة ملكية، وهي يعني الموجودة في سجلات الكهنة. وسترابو الجغرافي اليوناني الشهير الذي عاش في الفترة الممتدة من 63 قبل الميلاد حتى 24 ميلاديا أشار إلى أن عدد المقابر الموجودة في وادي الملوك 40 مقبرة ملكية. بعد الفترة اليونانية الرومانية، في آخر الفترة الرومانية، النساك المسيحيون الأوائل فروا إلى الصحراء، يعني هربا من نيران الاضطهاد الروماني، فأتوا إلى المنطقة وأضافوا كتابات قبطية بجانب الكتابات الإغريقية واللاتينية، بل ويعني احتلوا مقبرة رمسيس الرابع ورمسيس السادس على اعتبار أنهم من أكبر المقابر الموجودة في وادي الملوك، بل وحولوا المقبرة الأولى رمسيس أربعة إلى كنيسة، بل قاموا يعني بإزالة الصور التي يعني تكون ماسة بعقائدهم في ذلك. ثم جاء الفتح العربي لمصر سنة 642 ميلاديا، ولكن للأسف اختفت مقابر طيبة من التاريخ، فلم يشار إليها من قبل أحد الرحالة أو المؤرخون أو الجغرافيون العرب، حتى جاء القرن الثالث عشر، فجاء أحد الرحالة الذي يدعى أبو صالح الأرميني وتحدث عن أطلال مدينة طيبة القديمة. أعقبه رحالة أوروبيون أتوا إلى مصر وتحدثوا بإعجاب عن أماكن أثرية كثيرة مثل الأسكندرية والجيزة، ولكنهم لم يشيروا إلى عجائب الآثار الموجودة في مصر العليا، ومن ضمنها أكيد طيبة الغربية. حتى جاء عام 1599، فجاء رحالة إيطالي مجهول زار جزيرة فيلا عند الشلال الأول في أسوان، تحدث أو وصف معبد الكرنك، ولكنه فيما يبدو لم يعبر نهر النيل إلى الضفة الغربية لكي يزور مقابر الطيبة الغربية. ثم بعد ذلك جاء القرن السابع عشر الذي واكبه دراسات وأعمال وتنقيبات جادة بمنطقة وادي الملوك كانت لها نتائج مبهرة، وهذا إن شاء الله سوف يكون فحوى حديثنا في اللقاء القادم. شكرا لكم.